بدينا الهام بجولة جديدة من إمارة أبوظبي، خاصة من منطقة العين، مع أحد رجال أعمال مميزين بدأوا بانطلاقة مميزة واستثمار مميز في دولة الإمارات، خاصة لدينا الآن مع الأستاذ بدر. بداية أهلا وسهلا فيك، نورنا. الله يسلمك، الله يسلمك، شرفتونا يا هلا. أستاذ بدر، وبهذا الألقاب وعبر القناة الخليجية، عرفنا أكثر عن حضرتك، مين هو بدر ومن وين، وكيف بدأتوا أنتم وفكرة إنشاءكم لهذا العمل؟ أنا اسمي بدر جبولية، أخوي اسمه براء جبولية. بلشت الفكرة في أنه كان براء عايش بين الإمارات وأوروبا بحكم شغله، هو كان كفارس يعني، بين أنه يشارك بطولات في أوروبا وبين أنه عايش هون بالإمارات. فكان عنده هو شغف بهالموضوع البرجر والوينجز وهالقصص، فكان خياره أنه يفتح في دولة الإمارات بحكم أنه هو سوق خصب، سوق الإمارات، لأن حدا يبدأ فيه أي مشروع. فكان بعد كان خياره على أنه يأخذ في مدينة العين، وكان أول أنه فرع في شارع خليفة في مدينة العين. من هون بدأت انطلاقة الماركت والباربرو، من هون بلشنا الانطلاقة. هو باعتبار كان بين أوروبا وهون، فهو أخذ مثل فكرة كانت أوروبية، كانت ألمانية الفكرة بالنسبة للبرجر، وشلون بينعمل وشلون وشو المواد اللي بنحطها بالبرجر وإلى آخره، لبين ما تكونت الفكرة عنده كاملة، بما أخذنا اللوكيشن واشتغل فيه. بالنسبة إلي أنا كنت في دولة إقليمية قريبة ما كتير بعيدة، بعد ما بلش بمشروعه فكان التواصل على أنه أنزل للإمارات كرمال نبدأ بمشروع. فكان هو أوريدي كان بديان، كان حاطط مثل ما بقولوا اللبن الأولى في أنه نعمل المشروع. بعد ما عملنا أنه بشارع خليفة كان الفرع الأول، بلشنا نشتغل على فكرة الفود تراك. الفود تراك الفضل لله نحن كنا من أوائل الناس اللي عملنا الفود تراك في مدينة العين بالذات. فكان إنا أول فود تراك، وللصدفة كان عنا أول فود تراك لما عملناه، فتواصلوا معنا إن بلدية العين كرمال كان في عيد الاتحاد، بتذكر كان أول إيفنت إنا ونزلنا فيه عيد الاتحاد، بتوقع بال 2017 كانت في حديقة الهيلي، وكان انطلاقة بالنسبة للفود تراك. بعد ما انه نزلنا بإيفنت اللي هو كانت عيد الاتحاد، اخذناه بشكل ثابت كان بمنطقة زاخر. بعد منطقة زاخر صار هون اللي هو هلأ بحديقة الحيوانات. بعد الفود تراك اخذ كان عندنا الفرع الثاني اللي هو بدبي، الفرع الثالث اللي هو بالجميرة، بعدين صار في عندنا 2 اضافيات فود تراك. الاثنين فود تراك التانيات ننزل فيهم الايفنتات اللي هي بتكون مثل ما قلت لك، بيكون بيبدعونا عليها البلديات اللي بتكون بلدية العين مثلا او بلدية دبي او الى اخره، اللي هو بعيد الاتحاد او باي ايفنت بيكون. وهلا على موسم الشتاء هلا في عندنا بالجدول تبعنا عندنا تقريبا 5 ايفنتات، بس عم نجدولهم كرمال ما يتعارضوا مع بعض، خاصة بموسم الشتاء هلا، طبعا مباريات كأس العالم وإلى آخره. فنحن بصير إنه بدعونا كذا شركة منظمة للإيفنتات، فبيتحركوا لما بيصير جاهزين لأنه يطلعوا على الإيفنتات. بعد هذا النجاح والحفاظ على طريقة النجاح، أين سوف تكون؟ هلا نحن بنأمل طبعا إنه يكون عنا بكل أرجاء الإمارات شغلة، حتى بمجلس التعاون الخليجي يعني. فهي ستيب باي ستيب إن شاء الله بنوصل للنوم. الخطة الأولية إنه نكون نغطي الإمارات كاملة إن شاء الله. وبعدين إذا كان في خطة إنه نكون بسعودية أو بالبحرين أو بدول مجلس التعاون الخليجي. خبرنا الآن أكثر عن تميزكم ما بين المطاعم الخاصة في عالم برجر. شوف لك، تميزنا نحن هي في فرق بين
المطاعم البرجر اللي بتعمل البرجر مفرز فروزن بيف تمام، وبين اللي بيعمل مثلا فريش، فهذا باع. شغلة تانية، في ناس في مطاعم برجر كمان بتعمل فريش، لكن نحن بالنسبة لنا البيف مثلا من العجل بناخده من كذا منطقة للعجل ومنمكسه على حسب طراوته، على حسب نسبة الفات اللي فيه، على حسب النسبة اللي بدنا اياها تحديدا لبين ما تطلع معنا القطع، بالإضافة للتتبيلة. هذا نحن هذا اللي انا بعرفه واللي بنشتغل فيه نحن. شغلة تانية بالنسبة للخبز، في المطاعم التانية او المطاعم بتشتغل فروزن مثلا ممكن ما يحط الخبز، ما يكون نفس الخبز اللي انا بستعمله. انا بنستعمل نحن مثلا البوتيتو بريد، يعني الخبز اللي من بطاطا، ممكن كل الناس تعرفه، وكله بيجي من مستورد، كله بيجي من يعني هلا مثلا البريد عندي يا امريكي، اللحم استرالي، عرفت، حتى الخس بيجي هولندي، عرفت. فيعني تمينا نحن على نفس الليفل العالي، ما جربنا انه ابدا نوفر في الكوست اللي لازم يكون كرمال انه الزبون ياخذ الخدمه الكامله اللي لازم ياخذها من عنا. اساس نجاح دوله الامارات بمنظومه نعمه الامن والامان، ماذا تعني لك من ناحيه شخصيه ومن ناحيه عمليه؟ ورسالة شكر لشيوخنا وابائنا في دوله الامارات. شوف لعلك شغله، هي نعمه الامن والامان هي اللي خلتنا نحن بالاساس ناخذ القرار انه ناخذ نبدا مشروعنا في دوله الامارات. انا مثل ما قلت لك انا كنت بدوله اقليميه، ونقول لك انه انا كنت مثلا بتركيا تمام، وبرا بين اوروبا نحن بالنسبه لما جينا على دوله الامارات، الامان، الطمانينه، استقرار السوق، عرفت، هذا الشيء اللي بخليك. وهي الامارات هي سوق خصب، يعني شقد ما اعطيته بياخد، شو ما فتحت بصير، شو ما عملت البزنس، شو الكونسيبت تبعك تشتغل، بس بدك تآمن بفكرتك، بدك تآمن بشغلك، عرفت. متى ما آمنا بالشغل، متى ما عملنا نحن كواليتي عالي بشغلنا تمام، لازم يصير في نجاح، لأنه كل المعطيات في دولة الإمارات متاحة، إن كان الموافقات، إن كان البلديات، إن كان جهاز الرقابة الغذائية، إن كان التنمية الاقتصادية، فكله متاح وكله سهل. يعني ما في التعنت، ما في القوانين الصارمة، لا، كله متاح وكله بيصير على حسب الكونسيبت تبعك، على حسب الفكرة تبعك، على حسب، وما في عندك أي مشكلة بالله. وهي مثل ما تفضلت، باعتبار في أمن وأمان، فالزبون بيجي مرتاح وصاحب الشغل بيكون مرتاح تمام، وبيشتغل بكل أريحية. يعني ما في عندك أي شيء بالنسبة للأمان شيء يعيق شغلك أبدا.
إبراهيم تهديها لأشخاص مميزين بحياتك؟ كلمة شكر بنهديها مثل ما يعني كان أنا ولا براء، فنحن نشكر شيوخ الإمارات تمام، وهذا يعني شيوخ الإمارات اللي كانوا حملوا على مثل ما بقولوا على كتافهم مثل ما قلت أيام كوفيد 19، لما الشيخ مثلا الشيخ محمد بن زايد بقول لك الغذاء خط أحمر، فهذا طمأن مو بس صاحب العمل، طمأن المواطن، طمأن الوافد، فما صار في عنده مشكلة الوافد إنه يشتري ولا لا ولا ينزل على سوبر ماركت ولا يخلص، فهذا كان كتير كتير كان مريح. تعرفت شيوخ الإمارات كلها أكيد نحن بنتشكرون، ونعمة الأمن والأمان مثل ما تفضلت، الأسباب الرئيسية في نعمة الأمن والأمان هن شيوخ الإمارات، قولا واحدا مقطع الصدر. طبعا الان تحدثنا اكثر طبعا من سال بدر عن مواقع المحلات وين بالضبط وارقام الهواتف والتواصل الاجتماعي اللي وجدت. المحلات اللي هي بالعين شارع خليفة، بدبي في الجميرة، ابو ظبي، بالترك بالعين زو اللي هو حديقة الحيوانات العين تمام، وبالنسبة مثل ما قلت لك التركات الثانية هن بتنقلوا، كنا في عجمان كمان في منطقة الزورة، ومثل ما قلت لك في التركات هي بتنقلوا على حسب الإيفنتات وعلى حسب الفعاليات وعلى حسب دعوات البلديات أو أصحاب الإيفنتات أو أصحاب منظمين الإيفنتات، فنحن بنكون معهم. جميل. طبعا أستاذ بدر في نهاية برنامجنا احنا بنتشكرك جزيل الشكر لاستقبالك رحمة لنا، ونتشكرك لأنه أنت أحد الكفاءات الموجودة في الدولة من الأشخاص الذين دائما وأبدا نفتخر بوجودهم بيننا في خدمة هذا الوطن. شكرا لكم، شكرا لقناة الخليجية ABC، وشكرا مثل ما قلت لك لكل معني في هذا البلد، لكل مسؤول في هذا البلد، ولشعب الإمارات قاطبة على استقبالهم، إن على كل اللي قدمونا يا كشعب، زائد نحن والشعب بنشكر شيوخ الإمارات وأصحاب المعالي. شكرا لكم مرة تانية، شرفتونا. We'll be right back.